لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح للدلو بعد كده. مواليد الدلو النهاردة عندهم القمر والمريخ. المريخ في برجهم بيديهم إصرار وطاقة. عندهم كمان القمر في منزل العلاقات، وده بيديهم لباقة ودبلوماسية. فكل ده بيساعدهم ان هم يلاقوا حلول لأي مشكلة بتقابلهم. صحيح عندهم كواكب كتير في وضع معاكس مهنيا، بيحط كل الكواكب دي بتحط عليهم ضغوط، لكن الحالة الفلكية النهاردة ممكن تساعدهم كتير ان هم يتغلبوا على اي مشاكل بتقابلهم.